السيد النائب عبد المنعم الأليمي في دقيقة واحدة. شكرا سيادة الرئيس. يعني احنا مع الترخيص ومع ضد العشوائية للحفاظ على صحة الإنسان المصري، ولكن اسمح لي يا سعادة الرئيس ان هذا المشروع لابد ان احنا نحاسب في التشريع بالنسبة لنص المادة 71 من الدستور اللي بتتضمن يحظر بأي وجه فرض رقابة على وسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، خاصة الإعلام المرئي. إذن النهاردة ما يجي واحد خالف هذا المشروع بإعلان، ما هي الإجراءات اللي أنا هقوم بمنع أو عقوبة على القناة أو على الجهاز الإعلامي الذي عرض هذا الإعلام المخالف وبعدم الترخيص. النقطة الثانية إن المادة 211 من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، يعني الكلام في المواد بعدين هيئة مستقلة تترتب بالسكلاب فلسفة القناة. إحنا مع المشروع، ولكن كيفية ضبط المواد تحافظ على الاستقلالية التامة للإعلام، وأن يكون الترخيص لا يؤثر على المصادرة أو إيقاف أي قناة أو أي إعلام من الإعلامات المخالفة للدستور. شكرا.